إلى موضوع آخر، نظمت جامعة الجزائر 3 بدال إبراهيم يوما دراسيا حول ترسيخ الثقافة المقاولاتية لدى الطلبة، وذلك عن طريق عقد شراكة مع الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب الأنساج، والتي أكد مستشار الوكالة محمد حمودي أن السياسة الجديدة للوكالة هي منح الأولوية في القروض للطلبة وإنشاء دول المقاولاتية داخل الجامعات من أجل توجيههم. أحمد محمودي. في اعتقادنا وتقديرنا كخبراء اقتصاديين انه حان الوقت لاشراك الجامعه في 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 الحياه الاقتصاديه ان صح او في النشاط الاقتصادي. الان لابد ان يكون هناك توازن بين المشاريع المقترحه من طرف الوكاله وبين مخرجات الجامعه. النشر الفكر المقاولاتي، يعني العمليه تاخذها يعني الوكاله الوطنيه لدعم تشغيل الشباب عن طريق انشاء دور للمقاولاتيه، حيث اننا على المستوى الوطني قمنا بامضاء عده اتفاقيات مع مختلف جامعات الوطن من اجل انشاء دور للمقاولاتيه. هذه الدور المقاولاتيه هي عباره عن فضاء متواجد على مستوى الجامعه بالتنسيق بطبيعه الحال مع الجامعه وعن طريق اساتذه مختصين، نقوم ببرمجه يعني ايام تحسيسيه واعلاميه، ايام دراسيه، تنظيم الجامعه الصيفيه، مرافقه قبليه لحاملي المشاريع،